السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المتتبعين ومتتبعات القناة الأعزاء الغاليين على قلبي، أخوتي أخواتاتي المغاربة، تحياتي لكم. اللابؤات المغربيات والأسود المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، الله يوفقكم يا ربي آمين. وشكرا أحباب قلبي. شفتوا بطبيعة الحال لا فيديو اللي حطات تيمسيما خوتي على إطار الهرس نتاع بنتها، وشكون اللي هرسها؟ سماسيما خوتي. قالت لك ماشي كان قصدها انها تهرسها، وبطبيعة الحال راه ماشي قصدها انها تهرسها، راه الخالة ديالها هذيك راه ما غاديش تبغي تهرس بنت اختها، ولا اي واحد غيبغي يهرس شي وليد ولا بنية صغار بطبيعة الحال. وكذلك لا فيديو اللي حطات سماسيم في القناة ديالها، وقالت انها راه ربي اللي عالم بها، وراه بغات تحماق، والنفسيه ديالها راه ماشي هي هذيك، مرضت على اطار الهرس اللي هرسات بنت اختها وبقى فيها الحال. قالت لكم فاش تفكر راه هرسات زعما بنيه صغيره، تيزيد يبقى فيها الحال وكتر وكتر. وعاود شكات حتى من بطبيعه الحال التعاليق السلبيه اللي تيجيوها، وهذوك المعيول اللي تيعايروها، هذوك التعاليق اللي بطبيعه الحال المتتبعين تاع سمسيمه دائما تيهاجموها وتيعايروها. وقالت انا راه ماشي قصدي، وكان غير تهرسات الله يحفظ يا ربي بنتي، وما تهرستش بنت الناس. اخوتي، ولكن غادي نقول لك انا راه ما كانش قصدك، يعني راه ما كانش قصدك انك تهرسيها. علاش غادي؟ طبيعه الحال غيبقى فيك الحال انها بنيه صغيره وغتكون مسكينه، غادي تعذب بهذاك القبص، وراكم عارفين الوليدات صغار ما تيكونوش مساكن عارفين، ولا حول ولا قوة الا بالله، وداك الاحساس نتاع الالم. ولكن لله الله محمد رسول الله، ما شاء الله راه وقع. يعني شنو غدير؟ غتمرضي انت نفسيتك، وغتمرضي انت على قبل راكي هرستيها، راه مكتابة، يعني راه مكتابة هذاك المكتب، وعاوتاني ربي تيقول لنا خذوا الحذر ديالكم. يعني بنادم كيما قالت لك خصك تشوفي فين تجلسي، ومادام كاينين وليدات صغار خصك تاخدي الحذر ديالك. ولكن راه مكتاب الله، راه مكتوب عليها هاد الهرسة هادي، والله يا ربي يكمل الشفاء ديالها على خير، وما تشوفوا فيها ان شاء الله بأس، يا ربي آمين. المهم اخوتي، ندخلوا لا فيديو نتاع سمسيمه. هنا سالينا من لا فيديو نتاع سماسيم، ندخلوا لا فيديو نتاع سمسيمه اللي شفنا في اول لا فيديو، انها جالسه مع اختها سماسيم، واختهم الثالثه هي شاده التليفون وتتصور، وسمسيمه تتعاتب سماسيم وتتقول ليها علاش بطبيعه الحال ما خطيش الحذر ديالك، علاش هرستي زعما بنتي، وكون ما كنتيش اختي، وانا دابا ما عندي ما ندير، وحتى نشوف بنتي واش مهرسه ولا لا، واش انتي بنتك مهرسه وباقي قادره انك تجلسي وتهضري مع اختك وشاده التليفون وجالسه تصوري. اي وحده في بلاصتك راه غادي تنوض جر وتقول ما جرات، وتمشي باش تشوف بنتها وتشوف المشكل اللي وقع ليها في يديها. انت جالسه وباقي تصور، تقولي انا باقي حتى نمشي ونشوف المشكل ونشوف بنتي واش مهرسه ولا لا. وجالسه تقولي لاختك، او مره تقولي لنا راكي سمعتي صوت طرطيقه في يديها زعما راه طرطق ليها العظام، مره تقولي لنا لا، وتصوروا زعما على خاطركم وبالشويه عليكم، مع ان قلتوا راه البنت مهرسه. عاود تاني تترد عليك سماسيم وتقول لك انا راه ماشي قصدي، راه ماشي قصدي، وجات بغات تبوس لك راسك وبطلب منك يعني المسامحه. قلت لها غير بعدي مني وخليني عليك. واش هي كان قصدها؟ راه ما كانش قصدها، يعني جلست كما قالت هي، انا حيت كانت تلعب مع بنتي حيت ليها الفورشيت، يعني خافت عليها الله يحفظ لا تضرب بها راسها ولا شي حاجه. البنيه مشات فوق السداري، الخالة جات بغات تجلس سماسيم، تهربت ليها على راسها لا تجلس عليها، هذاك الثقل ديالها كامل مشى ليديها كما قالوا هما، كما جا على اللسان ديالهم. ولكن في الدقيقة اخوتي، ولاحظوا في لا فيديو نتاع سمسيمة، في الدقيقة 3 دقائق وثمانية وثلاثين ثانية، فاش بدات سماسيم وسمسيمة تيغوتوا، وسمسمه بدات تضرب هكا في وجهها، ويلي 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 هكا، وزعما دعت راسها عاوتاني بحال زعما جاها انهيار، انهيار اخوتي عصبي. سماسم حتى هي بدات تدير هكا وتضرب في وجهها وتقول اه، وسماسم في هذيك اللحظه بحال ضحكت. ورجعوا اخوتي لا فيديو، واش انتوما البنيه وغادي نكررها مهرسه في يديها، وعرفتي شنو هي بنيه صغيره مسكينه، داك الاحساس نتاع الالم وما عارفه والو مسكينه، والهرس راه صعيب، وانتوما جالسين مازال تدونوا مع بعضياتكم وتتهضروا تتعاتبين اختك، نوضي بعدا جري بنتك، غتشدوا التليفون قاعد الهدوء عندكم، هدوء الاعصاب سبحان الله العظيم، او الهدوء نتاع الادسنس المشاهدات اخوتي. ويلي حي البنيه مهرسه مسكينه، وهي قالت لك جايه تعاتب اختها، وتا نشوف بنتي شنو واقع ليها.
عاود اخوتي فاش مشاو للكلينيك شفنا فضفاضه هي اللي شاده البنيه وتتعاود لينا زعما شنو وقع من الاول. اختي راه شفنا المشكل، شفنا في لا فيديو اللي حطات سماسيم ولا فيديو اللي دابا عاد حطيته هي، قالت لكم راه وقع 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 ولا يسحب لكم، واش انا اللي جلست عليها؟ الله اختي يا فضفاضه كون كان جلستي انتي الله يحفظ البنيه وصافي مسكينه ديك البنيه تربى ان شاء الله في عز امها وبا يا ربي امين. ولكن اللي دهشني انا فينا هو اي يقولوا لي التوبه، اي فينا هو عويتقه ما كاينش، ماشي كان عويتقه جا مسكتو لينا المهم عاود اخوتي في الكلينيك وفضفضه شدات البنيه عندها، البنت تتحرك يديها عادي. يقولوا لي اخوتي واش عادي ان يعني اي واحد يتهرس في اليديه ديالو واش عادي يحركها؟ البنيه مسكينه شاده هذيك اليد عادي زعما تتحركها، وفاش شاده حتى سمسمه الام ديالها عادي البنيه تتحرك يديها. ما عرفتش اخوتي، ما عرفتش انا هاد الناس كيفاش، الله اعلم. المهم حنا نطلبوا الشفاء لهذيك البنيه اينما كانوا اينما حلوا، المهم حنا نطلبوا الشفاء لهذيك البنيه. غادي ندخل عاوتاني في واحد الموضوع، حسبي الله ونعم الوكيل اللي تيتنمر على الوليدات الصغار، حسبي الله ونعم الوكيل اللي تيسب في وليدات الصغار، حسبي الله ونعم الوكيل اللي تيعلق واحد التعليق تيجرح في وليد او بنية صغيرة ما عارفين مساكن والو، ما دارين مساكن حتى بشي حاجة، باش قاسوكم باش وصلوكم اشنو داروا لكم هاد البنية نتاع سمسيمة باش قاستكم نتوما، والله العظيم ما فيكم الانسانية ولا ذرة انسانيه. حيت باش تعيروا واحد البنيه اخوتي كما قال سمسمه فضفاضه، قال لك ان التعليق تيتكتبوا وحده، كتبت التعليق ان تتسب في البنيه نتاع سمسمه وتتقول عليها انت واقفه بحال دوك بحال حدا الموقف ولا بحال هكا واقفه حدا الموقف لابسه دوك السراوين، اش هاد الشيء؟ والتنمر وصل لكم الوليدات الصغار، اشياطين الانس، شنو دارت لكم هذيك البنيه مسكينه؟ علاش تعايروها؟ علاش تسبوها؟ علاش تنعتوها بهذاك الكلام؟ شنو دارت لكم؟ مال ماليات الموقف مالهم؟ تيجيبوها بدراعهم ماشي تيجلسوا بحالكم يا شياطين الانس ويجلسوا يعلقوا على وليدات الصغار ويسبوهم ويعايروهم، علاش؟ ماشي حشومه عليكم؟ ما تتخافوش من الله، تنمر راه حشومه وعيب، وعلى وليدات اللي ما اداوكمش وانتوما تتاديوهم وتتاديو حتى الوالدين ديالهم، تتجرحوهم في وليداتهم، ماشي عيب عليكم. وقالت لك عاوتاني بالله دوك النقافات هي كتبت هذا التعليق هذا، والتعليق اللي بطبيعه الحال غادي يبقى فيك الحال على وليداتك على التعاليق هذو اللي تيجيو. وعاود قالت لك النقافات يكتبوا والله الا داكشي نيت لكن ما حرامش عليكم، ما حرامش عليكم على وليدات الصغار، والله العظيم الا نتوما خصكم المعاقبه والمساءله القانونيه، حيت بحال هاد الناس اللي ما تيخافوش من الله وما تيديروش ان دوك الوليدات بحال وليداتهم، وان دوك الوليدات واش نتوما تبغيو اللي يتنمر لكم على وليداتكم؟ فاش اداتكم هذيك البنيه وعلاش تعيبوا في صوره الله؟ علاش تعيبوا في صوره الله؟ حشومه عليكم والله، حتى حشومه عليكم. حنا اللي تنتقدوا سمسيمه ولا سماسم ولا فضفضه ولا اي واحد، تنتقدوا على المحتوى نتاع على فيديو، اما حنا ما عارفينهمش ولا عارفين الحياه ديالهم ولا هما كيفاش دايرين ولا حنا معاشرينهم، تنتقدوا داك الشيء اللي في لا فيديو. اما باش ننتقد واحد البنيه ما دايره ليا حتى شي حاجه، والله حتى عيب وحتى حشومه عليكم انكم تنتقدوا بنيه مسكينه، لا حول ولا قوه الا بالله، الله تحرم عليكم. اي واحد تنتقد وليدات صغار والله ما فيه ذره الانسانيه، وحسبي الله ونعم الوكيل فيه. انا ريب بنادم حتى لهاد الدرجه وصل، حتى لهاد الدرجه وصل فيه البغض والحقد ولا ما نعرف كاع شنو هاد الشيء، حتى لهاد الدرجه والله انتم في ما اش غادي نقول لكم، ما عندكم كاع شي سميه نسميها لكم، حيت ما تسموش، حيت فعلا ما تسموش، ولكن تسموا بشياطين الانس، حيت من توصل بكم الدناءه والحقاره انكم تنمروا على وليدات صغار فانتوما والله العظيم حتى شياطين الانس. المهم سمسمة بقى فيها الحال، وكذلك حتى الخالة اللي هي فضفاضة بقى فيها الحال على بنت اختها، على التعاليق اللي تيجيوها كما قالت لهم فضفاضة الا انتوما ما بغيتوهاش حنا باغيينها بنتنا هذيك، ومالها مسكينة مالها، ما شاء الله عليها الله يحفظها الوالدة وتربى في عزهم تبارك الله عليها، شنو ناقصها؟ شنو ناقصها؟ اه يا وين، اه يا وين خافوا من الله.
راه حساب لكم واش هذاك الكومونتير تيفوت، راه اي حاجه تحاسبوا عليها، راه التنمر شي حاجه اللي حرام، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم الله.